مصطفى الحفناوي وصل لإيه أو إيه سبب دخوله المستشفى؟ هو كان جنبه وجعه. تمام، لكم إن يعتبر نص مصر مقلوبة بسبب الشاب ده. الفيديو ده رجاء، الفيديو ده طالب فيه منكم دعوة صغيرة، دعوة واحدة لشاب اسمه مصطفى الحفناوي. مصطفى الحفناوي ده شاب مصري بلوجر من مشاهير السوشيال ميديا في مصر وفي بلاد معينة، وناس تعرفه وناس ما تعرفهوش. هجيب لكم صوره دلوقتي. مصطفى حفناوي من اللي انا بسمعه عنه، انا ماليش كلام معاه بصراحه، جدعنته وتبته ورجولته. عايز اقول لكم ان يعتبر نص مصر مقلوبه بسبب الشاب ده، لان مصطفى تعب فجاه، الحوار انتهى بجلطه، واحنا بندعي له دلوقتي ان هو بس حتى يحرك صوابعه. انتوا متخيلين انا عايز اوصل لكم ايه؟ يعني انا طالب بس منكم، لو كل واحد شاف الفيديو ده يدعي له دعوه واحده ويعمل شير للفيديو لاي حد عنده ويقول له ادعي له. احنا ما عندناش غير ان احنا ندعي دلوقتي، ما عندناش غير ان احنا ندعي له. فانا بما اني في يعني انا المغرب بلدي الثانيه، بما ان انا في بلد تانية، يعني طالب من الناس، كل الناس اللي بتتابعني، دعوة لمصطفى حفناوي وان هي تعمل بارتاجي او تعمل شير للفيديو، تعمله للناس، ولو هما وانتوا بتبعتوا الفيديو للناس يعني قولوا يعني قولوا يعني قولوا له ادعي له، احنا مش طالبين غير دعاء. وهرجع اقول تاني، انا ما تعاملتش معاه، لكن انا كل اللي اسمعه عنه ان هو راجل جدع صاحبه. يعني مش عايز ازود في الكلام، لان انا يعني بصراحه انا عن نفسي انا ماليش تعامل معاه، بس انا حزين من اللي انا بقراه على السوشيال ميديا بسببه. وشفت مره واحده مصر راحت قايمه، يعني ادعوا له. ف ربنا ينجيه، ربنا ينجيه من اللي هو فيه. الله اعلم ده بسبب ايه، بس انا ممكن اعمل دلوقتي مكالمه نفتحها مع بعض ونسمعها مع بعض. الحوار جه ازاي في السريع، يعني في السريع نعرف مصطفى ايه اللي حصل له ووصل لايه. الو، ايوه، اخبارك ايه؟ تمام تمام الحمد لله. انا عايز اعرف بس، معلش يعني سريعا كده، انت مصطفى الحفناوي وصل لايه او ايه سبب دخوله المستشفى؟ هو كان جنبه وجعه. تمام. وبعد كده حصل مضاعفات بعد ما روح، وبعد كده فقد الوعي وجات له جلطه في المخ. بس دلوقتي نسبة الوعي بتاعته زيرو، ومفيش في ايدينا حاجة غير احنا نبعده. بس يعني هو داخل في غيبوبة بقاله كام يوم؟ غيبوبة بقاله تقريبا 3 ايام. تعرفي ايه عن مصطفى حفناوي؟ من الشخصيات المحترمة جدا، انا ما اعرفوش شخصيا، يمكن شفته مرة واحدة بس من الشخصيات المحترمة، يعني مصر كلها بتدعيله. والله العظيم يعني انا عايز اقولك ان ربنا يعلم، هو حزنني انا عن نفسي، وشايف الناس كتير حزين عليه، فاحنا مش هنطلب غير ان مش هنطلب، لان هو شكله صغير. يعني كام سنه هو مصطفى؟ 25 سنه. يعني هو يعني ربنا يعديه على خير، يعني يا رب يقومه الاهل واصحابه. امين يا رب. معلش انا اسف عطلتك معايا. لا مفيش.
ماشي، اتفضلي، مع السلامة. الدعاء 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 الدعاء. أشوفكم على خير، ما تنسوش تعملوا شير للناس، تعرفوهم ما تعرفهمش، شيروها على قد ما تقدروا، شيروها يعني اعملوا بارتاجي للناس اللي مش فاهمة يعني شير. في ناس بتفهم بارتاجي وفي ناس على حسب اللغة يعني، لان في فرنش وفي انجليش وكده. المهم احنا عايزين نوصل الفيديو بس على قد ما نقدر، ان الناس اللي يشوفوا الفيديو ده يدعوا له، وانت كشفت الفيديو مش تخسر حاجة، تعمل شير علشان الناس اللي تشوفه قولوا ادعوا لمصطفى. احنا مش عايزين غير الدعاء. السلام عليكم.